What was your biggest fight? ايه اكبر خناقة اتخانقتوها مع بعض؟ شت انا هفضل كده فاكره ركن كاني I'm not I'm no one كده. الغدا امتى؟ الغدا لما نخلص تصوير. ما ينفعش ناخد بريك. لا ما ينفعش. لايك لما الشجرة بتبان. شجرة؟ مش لازم تبقي في الفريم بالظبط. نبدأ. ايه ماي كافي بتقرف. اشد بجد يعني؟ لا طبعا مش بجد هديك على وشي. بس ما عادي نعيد الانترو. يلا. هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب. النهارده عندي ماي بيوتيفل بيوتيفل سيستر. الحمد لله اتكرمت ووافقت ان هي تعمل فيديو معايا فاينلي. فاينلي هير يا جماعه بعد 3 شهور من الغياب. فاينلي لانه هي مش عايشه هنا، انا عايشه في ابو ظبي هي في دبي. كان بقالي كتير قوي ما شفتهاش. سو النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل سيستر تاج. سيستر تاج. اوكي جايز، سو دلوقتي هبدا اقول الاسئله. هي لسه ما شافتش طبعا اي سؤال. انا خايف. باي ذا واي الاسئله كلها مكتوبه بالانجلش، سو انا هقراها بالانجلش وهنترجمها عشان الناس اللي بتتضايق من الانجلش. اول سؤال، هو از ذا يونجست سلاش اولدست؟ يعني مين الاكبر ومين الاصغر؟ اكبر واصغر. اصغر واطول. يعني حاسه ان الاجازه دي بجد انت طولتي عن العادي يا روان. اي ثينك عشان انت بقالك كتير ما شفتينيش. يمكن انا تخنت فبقيت اقرب للارض. بجد بجد الدنيا نو. بجد بجد من يومي اي ثينك انه بيفكروني انا الاكبر حتى على اليوتيوب. في ناس بتقول لي انه شكلك عندك 35 سنه وحاجات كده، اللي هو كانه تو ماتش بيتزا. These are hate comments. انا الاكبر. يعني الفرق بيننا 4 years، أربع سنين يعني. أربع سنين. So yeah، هي أكبر أنا أصغر. أوكي. تاني سؤال بيقول What do you like about your sister؟ يعني إيه أكتر حاجة بتحبيها في أختك؟ دلوقتي ولا زمان؟ عشان my sister دلوقتي وزمان. دلوقتي وزمان. أكتر حاجة بحبها في روان as a personal trait يعني أو صفة في الشخصية، بحب ان هي حنينه كده، بحب ان هي she's family oriented. يعني روان بتحب العيله، يعني فعلا عندها اولويتها العيله. يعني لو مثلا في خروجه معينه هي مستنياها بقالها كتير، بس انا مثلا جايه وهنخرج مع العيله وكده، هتختار العيله. دفنتلي هحط العيله. وهي فعلا عندها العيله is number one، وانا كمان عندي بحبك. هنفضل بعد كل سؤال نحضن بعض. انا كمان لازم اجاوب على فكره. انا كمان ايه اختك؟ حاجات كتير قوي. حاجات كتير قوي. اقول ايه اكتر حاجه بحبها في بسمه؟ لو حد مثلا ضايقني. شوفوا مثلا، يعني لو حد مثلا ضايقني بسمه ممكن تشيل الارض كده وترميها عليه ليتيرلي. اللي هو عندها ريد لاين، خط احمر كده عند اي حد بتحبه. حرفيا تعمل اي حاجه علشان حد بتحبه، سواء عيله، حد شخص قريب. يعني والله مش بزعل خالص لما حد بيجي، يعني مثلا عندي في الكومنتس لو قعدتوا من هنا لبعض بكره تشتموا فيا مش هتضايق. بس لو حد قال عليا كلمه قد كده، شوفوا بسمه هتعمل ايه. بحس بسمه از ماي بودي جارد، الحارس بتاعي. فاهمين قد ايه؟ يعني حرام كنت بدخلها في مشاكل مع ناس. كانت مثلا تدخل عند ناس في حياتي الشخصيه. أيوة. تخيلوا فجاه الاقي حد جاي يكلمني، هي اختك مالها؟ از شي نورمال؟ اقول ايه ده؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ اصل هي كلمتني بتقول لو عملتوا في روان انا هعمل واساوي فيكم. والله مش عملوا حاجه، يعني هما لسه بيتعرفوا على روان يعني. طفش بقى. كانت كل ال كل الاسامي كل الكراشز كانت بتطفشهم. لو كان حد مثلا جاي يتعرف على روان انا مش عاجبني مثلا، كنت باي باي. اي ثينك ولا حد في حياتي كان عاجبك. مش لا، هو واحد بس. اوكي السؤال الثالث بيقول what do you hate about your sister؟ ايه اكتر حاجه بتكرهيها في اختك؟ اكيد طبعا ان هي بتاخد حاجتي وترجعها، يا اما مقطوعه يا اما مش نظيفه يا اما مش موجوده اصلا، يا اما بتنكر ان هي خدتها اساسا. يا اما بديها لحد. still remember the two dresses. لحظه، اصفر من برشكا كوب. اوكي، وفي واحد بيربل كوب از ويل. ايوه remember it. لا اقول لك مين اللي خده. مين؟ قولي لي. حرام بحبها. هكلمها حضرتك تجيبهولك. انا بقى اكتر حاجه بكرهها فيكي، اوكي، ليها علاقه بالموضوع نفسه. ان بسمه يا جماعه اوفر جدا. اوفر
يعني ايه عارفين اللي هو دراما كوين، يعني مثلا لو ما لقيتش مثلا هير ليب لاينر مثلا هتعمل حريقه، مش بهزر بجد، بتكون هي الاخر اللي مضيعاه والله، وبتيجي تقول لي روان هو فين خدتيه ما رجعتيهوش اديتيه لمين، وانا في اي حاجه بقى انه انا بقعد هضحك حتى لو مش عامله حاجه بقعد اضحك، وكل العيله بعد عناء طويل فهموا بقى ان انا في الاخر عبيطه وما بعملش حاجه اصلا. أيوة. بس بكون قاعده اضحك بالظبط، يعني اروح لها مثلا اقول لها روان انت خدتي الليب لاينر بتاعي صح، فهي تبص لي كده تقول لي اقعد اضحك، لا ما بكونش عامله حاجه، طب ما باين عليكي ان انت بتحوري يعني، ما بكونش عامله اي حاجه بس بقعد اضحك. السؤال ده بيقول ايه هي النيك نيم اللي العيله بتناديكوا بيها؟ حلو قوي السؤال ده، ما اظنش حد يعرف الحاجات دي صح. روان بابا بيقول لها يا كراميلا، everyone بيقول لي يا كراميلا، حتيتا بتقول لي يا رونا رونا ماما كراميلا. وبابا بيقولوا لي كراميلا، حماده وبسمه بيقولوا لي يا ريلي جزمه يا شفت يا بت بيقولوا لي يا بت انا بابا بيقول لي بسبيسو بسبيسو بسبوسه بس بس احمد بيقول لي احمد بيقول لي بسبوسه و انا بقول لك ايه، وماما بتقول لي برده يا جزمه اي حاجه وحشه. او ماي جاد او ماي جاد، بصي السؤال ده بقى بيقول ايه، هوز روم از مسير، يعني مين الاوضه بتاعته متبهدله اكتر؟ That's not a question. مين the queen of messiness؟ ببقى عارفه فين الحاجات، ببقى عارفه فين الحاجات اللي مضيعاها ومضيعاها فين. على فكره من اكتر الخناقات اللي بقيت اتخانقها انا وروان لما من ساعه ما اتجوزت ان انا عندي مشكله ترتيب الادراج، انا بحب ارتب الادراج اوكي، فكنت باجي البيت عندها بترتب لي الحاجات، تخيلوا بترجع تتخانق معايا. لا بس انت مريضه نفسيا بترتبي، يعني عارفين الناس الكيوتيبس احطها في استك، عارفين يا جماعه الناس اللي هم بيرجعوا من السفر في نفس اليوم كل حاجه بتبقى محطوطه في الادراج ومترتبه ومتعلقه، هي كده يور سيريال كيلر بيب. صراحه لما بقى عايزه انضف الاوضه ومش قادره بسمه ما تيجي عندنا تباتي، مش ما زهقتيش كده من دبي ولا ايه؟ انت حسنت كتير، انت حسنت كتير قوي الحمد لله. بقيت اصلا ما بعرفش اقعد في الاوضه غير لو هي مرتبه طبعا، بدليل الصندوق الهدوم اللي انتوا شفتوه في الفلوج اللي فات. What's the thing you'd love to do together؟ ايه الحاجه اللي عايزين تعملوها مع بعض تتمنى تعملوها؟ اوكي دي انا 3 2 1 ونقول اوكي، حاسه ان احنا نقول 3 2 1 نسافر. نفسنا نسافر مع بعض قوي قوي قوي، يعني يوروب يوروب عايز اروح حته اللي هو ما تبقاش فانسي، اللي هو حاجه مثلا نكتشف فيها مثلا اماكن وكده. اي وود لاف ان شاء الله وان داي، لا هنعمل كده وان داي ان شاء الله. واتس يور سيسترز فيفرت فود سلاش درينك، يعني ايه اكتر اكله او مشروب اختك بتحبها؟ اوكي واو اوكي لازم افكر. ها قولي انت هتبداي. هفكر بالنسبه لروان، هاي تيشيرتي يا جماعة، سرقت تيشيرتي يا جماعة. Hello. اهلا. هلا. احنا دلوقتي في ريستورانت، انا هطلب ايه؟ اكله او اشربه؟ اوكي، اكل قاعدين في فابيانو ريزوتو، تمام؟ اوكي صح. ريزوتو اكتر حاجة بتحبيها؟ لا بس أنا لحظة. هقول كده. لحظة، فابيانو ايه؟ انا بتكلم عادي. ايطاليان. لا انا مش بتكلم في ايطاليان. Like a chicken burger. شيك شاك مثلا. يا جماعة لحظة، ايه أكتر حاجة أنا دايماً بحب أكلها؟ دايناميت شريم. اكتر حاجه لو هنطلب اكل بقول لكم انا عايزه اطلب كذا، ايه هو؟ ماك. غير ماك اكتر سوشي. اكله بحبها. لا مندي. يس يس دي بتاعت مندي قوي. مندي يا جماعه مندي، انا كوين اوف مندي، كوين اوف برياني. هو لسه كانت بتاكل مندي في الجامعه؟ لا ايه ده تفتقد ده بداية دي. لا وكانت بتحكم علينا يوم الجمعه كلنا ناكل مندي. اكتر حاجه بحب اشربها كوكاكولا اكسترا ايس. صح كفو جامد. ايه اكتر حاجه بسمه بتحب تاكلها وتشربها؟ استنى افكر اصلا انا مش فاكره ايه اكتر حاجه بحب اكلها. بسمه بتاكل كل حاجه برضو. يعني طالعين لبعض انا وبسمه. شت انا فعلا باكل كل حاجه. دايت كوك فور ذا درينك. اي حاجه دايت كوك دايت بيبسي. واكل والاكل ايه؟ استنى اكتر حاجه يعني ريبز. نو بحب الاورينتال فود اكتر حاجه. بحب الاكل الشعبي، يعني مثلا بحب الاكل المغربي الاكل الهندي. صح الهندي. اي حاجه فيها سويت كده اند ساور مثلا. بيتزا بالاناناس بس. لحمه بالخوخ، حاجات مقرفه كده. لحمه بالخوخ ده اسمه لحمه بطوق، ده طاجن رائع. خلاص انا اسفه ما تكلميش عليه كده.
اوكي السؤال التالي. What is your sister really bad at؟ ايه اكتر حاجة اختك ما بتعرفش تعملها؟ استنوا استنوا استنوا، روان ما بتعرفش تجامل. You guys. You guys. لا انا ممكن يعني ممكن يعني يبان على وشي. ممكن بس روان her face goes like. وانا عندها رفعت حاجة بتوصل لهنا. لا انا بجد انا ابدا ابدا ما عنديش نفاق ابدا يعني خلاص. ما بتعرفش. ما بحبش حد مش هتعامل معاه. هي عندها الحاجة بالشمال اليمين ده it goes like that. 88 ما بتحبكوش خالص مش عارفه تعمل معايا بالظبط. بسمه ما بتعرفش تمسك نفسها لو حد مضايقها. يو هاف تو سبيك يعني حتى لو هتقول له كلمه صغيره انا فاهمه قصدك. انا اي نيد تو فويس ماي اوبينيون دايما يعني لازم لو ليا راي ما ينفعش يبقى مسموع. ما ينفعش تكمته جوه. وات واز يور بيجست فايت؟ ايه اكبر خناقه اتخانقتوها مع بعض؟ شيت مان. اوكي اولا احنا مش من النوع اللي بنتخانق اصلا كتير تقريبا في حياتنا. لما كبرنا اتخانقنا مثلا like مرتين في لا اتخانقنا كتير واحنا صغيرين بس لما كبرنا. بس احنا صغيرين عمرنا ما ضربنا بعض ever. مره واحده في حياتنا ضربنا بعض. مره واحده في حياتنا. ايوه ما دي اللي هنحكيها دلوقتي. نحكي لهم على بتاعه ماكدونالدز وبتاعه الكرسي. ايوه انا احكي على بتاعه ماكدونالدز عشان انا اللي كنت في البيت دلوقتي يعني. يا جماعه يا جماعه بس قبل ما احكي لكم اي حاجه في حاجات خلوها في بالكم. بسمه من النوع اللي مثلا نكون قاعدين كلنا هاي يا جماعه هتاكلوا؟ لا 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 مش جعانه. انا مش جعانه خالص ده انا لسه واكله دلوقتي. بسمه هيجي الاكل هتجوعي؟ لا 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 مش عايزه اكل. يجي الاكل انتوا ما جبتوليش. ايوه روان انت ما سالتنيش انا عايز اكل ولا لا. اوكي احكي لهم موقف ماكدونالدز. في مره كنا في مصر اوكي وكنا معديين على ماكدونالدز وبابا قال لنا يا جماعه تاكلوا حاجه. فروان قالت ايوه انا جعانه. انا قلت لا 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 مش جعانه كالعاده. اوكي فروان نزلت جابت ناجتس 9 بيسز وسالتها 10 مرات قبل ماشي بس ما عايزه ناجتس بس ما عايزه ناجتس. اكدت عليا يمكن 5 مرات ان انا خلاص مش عايزه ناجتس. اوكي ونزلت يا حرام جابت لنفسها ناجتس 9 بيسز. 9 يعني 9 بيسز 9. المهم انا جيت not for sharing. انا جيت عادي كأخت برضو المفروض يعني خدت واحدة. كأخت ايه أخت؟ واحنا قاعدين في العربية ودي قامت مصرخة في العربية ما تاكليش من أكلي. واحدة سألتها 10 مرات نو no, انا اتكسفت قوي. اتكسفي انا مالي نو no, انا احرجت بجد. وبابا قال لي ما تزعليش بس ما هجيب لك اكل تاني. وانا قلت له لا مش عايزة. سديتي نفسي ما عرفش ابلعها. كانت في بقي كده مش عارفه. لا على فكرة انا والله العظيم ما كنت كده. انا نعم لحظة ايه لحظة you literally looked at me like انا صعبت. كنت جعانة يا جماعة. احكي لهم انتي بقى على موضوع الخلاص بجد. اللي فات ده يا جماعة حمادة واللي جاي ده حمادة تاني خالص. ده زمان قبل ما بسمة تتجوز قبل ما تمشي من البيت وكده. فكنا عايشين مع بعض كنا قاعدين مع بعض في اوضة واحدة. كنت انا قاعدة بعمل الميك اب بتاعي وكنت نازلة وقمت كده من على الكرسي اروح اجيب حاجه. رجعت لقيت الاخت قاعده بتشفر شعري. قاعده بتشفر شعرها. هي مشيت من على الكرسي فانا افتكرت ان هي خلصت وقامت. رجعت قلت لها بسمه قومي انا عايزه اعمل عايزه اكمل الميك اب. دي بقى المستفزه ليه اسمك مكتوب على الكرسي؟ الكرسي ده مش باسمك. علشان وانا المفروض ان انت لما تقومي مثلا انا يعني استنى لحد ما انا ان انت تديني جرين كارد. انا جيت قلت لك انا جيت قلت لك قومي عشان بعمل الميك اب. اي دونت كير اي نيد تو دو ماي هير. تعالي بقى. قاعده بقول لها بسمه قومي قومي يا بسمه ما تعصبينيش. رحت انا هي قاعده كده على الكرسي بتعمل شعرها. شدتني. انا حيوانه انا اللي بدات. فانا طبعا رحت ماسكه فيها بقى. كان اول مره في حياتي اصلا يعني اتخانق فيزيكلي اتخانق بجد انه ضربنا بعض بجد. لا بس الكلاش ده فضل لايك مفيش 10 سكند بعد لسه استوعبنا احنا بنعمله ده. اتصالحنا بعدها على طول. اتصالحنا بابا ما بقاش مصدق كان عايز يودينا مصحه نفسيه. اللي هو انتوا بتتكلموا انتوا لسه شادين شعور بعض وعارفين اللي هو سيبي ونسيب وكده. شدينا بجد. بس honestly بجد بصراحة انا ندمت جدا اني عملت كده. وانا كمان انا بحبك قوي يا ليلي. وانا كمان تتعليف مني. I'm so sorry. Did it hurt? No. No? No. Okay guys احنا اسفين جدا ان زاوية الكاميرا اتغيرت بس لانه الكاميرا هتفصل شحن خلاص فاحنا لازم نخلص الفيديو على السريع. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم guys. اهو جبت لكم بسمة زي ما كنتوا عايزين وهي دلوقتي مستعجلة عايزاني اخلص الفيديو ده علشان هنبدأ فيديو تاني. فأتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو ده جايز. لو حبيتوا اعملوا لايك وسبسكرايب وهسيب لكم قناة بسمة تحت. لو مش مشتركين فيها روحوا اشتركوا. بحبكم جدا وهنشوفكم في فيديو تاني.
باي باي.